لا شك ولا ريب بأن الأكاديمي دورا فعلا في تطوير المجتمعات من خلال اختصاصه وضمن اهتمامات العتبة العباسية المقدسة بالوسط الأكاديمي والفكري فهي تسعى لربط الأواصر بينهم إذ قامت مؤخرا بعقد مذكرة تعاون مع جامعة واسط بعد زيارة رئيسها وعدد من عمداء كلياتها إلى العتبة المطهرة تشرفنا اليوم بزيارة العتبة العباسية المقدسة والاطلاع على الكثير من المشاريع المنجزة من قبل كوادر العتبة العباسية المقدسة كانت هناك زيارة للمزارع وكذلك في شركة الجود الخاصة بالمنظفات والمعقمات وكذلك الأسمدة الكيميائية والعضوية فضلا عن المطبعة الكبيرة العملاقة الحديثة الصنع وكذلك بعض المشاريع الأخرى تم الاتفاق على عقد اتفاق بين العتبة العباسية المقدسة وجامعة واسط وفي الكثير من البلود التي تخدم الطرفين وخدمة للصالح العام وكذلك خدمة للعراق العظيم تم زيارة المشاريع الخاصة للعتبة العباسية المقدسة من قبل الأخوة في جامعة واسط تم اللقاء بجناب الدكتور لغرض أنه تحقيق العلاقات الموجودة بين الطرفين والثقة بين الطرفين وحقيقة دراسة مستقبل جامعة واسط لغرض مساعدة من قبل العتبة العباسية المقدسة وتم التباحث في هذا الموضوع حقيقة مع الاخ الدكتور العزيز لغرض انه نبدا ونحن طموحين بهذا الموضوع ان شاء الله. زيارة اجريت من خلالها جولة ميدانية لمشاريع العتبة العباسية المقدسة الزراعية والصناعية والثقافية والعمرانية. للاطلاع عليها ومعرفة ما تقدمه للمجتمع من خلال الشرح المفصل الذي قدمه القائمون على تلك المشاريع إلى جانب جلسة نقاشية لمد جسور التواصل بينهم حقيقة خلال هذه الزيارة طلع الوفد على هذا المنجز العراقي الأصيل الذي يمثل صراحة الإنجاز الكبير للقوة العاملة العراقية مال متطلبات سد السوق المحلي حقيقة المشاريع صراحة يشعر الإنسان بها بالفخر والاعتزاز لما لما سميهم من استخدام التقنيات الحديثة في زيادة الإنتاج لما وجدناه من همة من العاملين في هذه المشاريع في مسابقة الزمن في إحداث طفرات نوعية من حيث النوعية من حيث الإنتاج من حيث استخدام الطرق العلمية الحديثة ضمن سلسلة عقد مذكرات التعاون مع الجامعات العراقية كونها تعد العصب الرئيسي للثقافة لأنها تمد المجتمع بالأساتذة والباحثين تسعى العتبة العباسية المقدسة من خلال شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية فيها إلى تقوية الروابط بينهم عقدت هذه المذكرة مع جامعة واسط التي تعد الثانية بعد جامعة البصرة والعمل متواصل مع بقية الجامعات العراقية